اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وده ميعاد جولتنا في هذا الصباح مع عناوين ومنشطات صحف مصر الصادره لهذا اليوم. اهم الموضوعات المطروحه على صفحات الجرايد المصريه، وهبدا مع حضراتكم من جريده الجمهوريه وصدر الصفحه الاولى. الحديث هنا عن الكلمات الرئاسيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيسي في كلمه بمناسبه الذكرى المئه لانشاء الحزب الشيوعي الصيني، الارتقاء بالعلاقه الاستراتيجيه الشامله مع الصين، تبادل الخبرات والتجارب الناجحه لمواجهه التحديات. مصر بتحتفل مع الصين ب 65 عام من العلاقات المباشره بين الدولتين. مصر كانت اول دوله عربيه وافريقيه تعترف بجمهوريه الصين. التعاون المصري الصيني تعاون مستمر وراسخ منذ سنوات طويلة، وبيتجذر أيضا في المرحلة الحالية على مستويات كثيرة. لكن خلونا نفهم الأبعاد الدولية في هذه العلاقة والفرص المتاحة لمصر والصين في المرحلة القادمة. من ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ السيد هاني، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية والخبير في الشؤون الدولية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ عاصم، تحياتي لك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا لحضرتك. 65 سنة يا فندم العلاقات بين مصر والصين في ثوبهما الحديث، برأي حضرتك احنا وصلنا إلى ما كان يجب أن نصل إليه، أم ما زالت هناك فرص لم تستغل في العلاقة بين الطرفين لمصلحة الشعبين؟ العلاقة بين الطرفين تعود إلى أكثر من 65 عاما، حيث تضرب بجذورها في أعماق التاريخ منذ آلاف السنين، عندما أرسلت ملكة مصر حتشبسوت قافلة بحرية إلى الصين لتستكشف ما الذي يجري في هذه المنطقة في العالم. فكان ذلك هو أول لقاء بين الحضارتين القديمتين المصرية والصينية. في عام 1928 كانت مصر هي أول دولة عربية تقيم تمثيلا دبلوماسيا مع الصين، بعد أن منحت بريطانيا مصر استقلالا شكليا، وكانت الصين أيضا مستقلة استقلالا شكليا. إلا أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة عندما التقى الزعيمان جمال عبد الناصر وشوين لاي في مؤتمر باندونج بإندونيسيا في عام 1955، حيث تأسست صداقة قوية بين الزعيمين قامت على مبادئ الثورتين المصرية والصينية ودعمهما لحقوق الشعوب في التحرر والاستقلال، وكذلك مبادئ مؤتمر باندونج. في أعقاب مؤتمر باندونج وقفت مصر بقوة إلى جانب الصين في المطالبة باستعادة مقعدها الشرعي في مجلس الأمن، ونددت بموقف الولايات المتحدة الذي كان يعارض انضمام الصين. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى 65 عاما كما أشرت حضرتك في سؤالك، عندما أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا في 30 مايو عام 1956 يعلن قيام علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى السفراء بين الدولتين. فكان لذلك آثاره الكبير على خريطة العلاقات الدولية، حيث كانت مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين. وبالنظر إلى مكانة مصر عربيا وإفريقيا وإسلاميا، كانت هذه الخطوة بمثابة فتح الباب أمام الدول العربية والإفريقية للاعتراف بالصين وإقامة علاقات دبلوماسية معها. بذلك خرجت الصين من العزلة الدولية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيون فرضها على الصين. خليني هنا في عجالة شديدة أشير إلى أن الصين ردت على ذلك عندما تعرضت مصر إلى العدوان الثلاثي في أكتوبر من عام 1956، نفس العام الذي تأسست فيه العلاقات الدبلوماسية، وفرضت الدول الغربية مقاطعة اقتصادية على مصر وعلى شراء القطن المصري. وقفت الصين بقوة إلى جانب مصر، واتصل شوين لاي بالرئيس عبد الناصر يطمئنه، وقال له عبارته المشهورة: لو أطال كل صيني قميصه سنتيمترا واحدا لاحتاجت الصين أضعاف إنتاج مصر من القطن. وبالفعل اشترت الصين كميات كبيرة من القطن المصري في ذلك العام، وفشل الحظر الاقتصادي الذي فرضته الدول الغربية على مصر في عام 1956. أستاذ سيد، يعني من أهم المبادرات الصينية تجاه العالم العربي مؤخرا كانت مبادرة الحزام والطريق وهذه الاستراتيجية، فكرة ان الصين تهتم بالدول اخرى من الشرق وتدعم هذه المبادرة. هل تستثمر مصر مثل هذه المبادرات بشكل قوي لمصلحتها ولمصلحة الصين ايضا؟
مصر هي من أهم محطات مبادرة الحزام والطريق، لأن هذه المبادرة جزء كبير منها بيمر عبر قناة السويس، وبالتالي فمصر طرف أساسي في هذه المبادرة. مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى هذه المبادرة. نعم. ولا شك أن المبادرة تحمل الخير لكل الشعوب الأعضاء فيها، لأنها تقوم على أساس المنفعة المتبادلة وفتح الأسواق وعدم فرض الإجراءات الحمائية. نعم. إلا أن هذه المبادرة بتواجه يعني بخصومة و تضاد من الدول الغربية التي بدأت بالفعل في القمة الأخيرة. نعم. لحلف شمال الأطلنطي ولقمة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق على اتخاذ إجراءات مضادة لمبادرة الحزام والطريق، لأنها سوف تلحق أضرارا بالغة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي وباقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها سوف تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام السلع الصينية بما تتميز به من انخفاض السعر وجودة الإنتاج، وبالتالي فهناك خطر حقيقي يهدد الاقتصاديات الغربية. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية الأستاذ السيد هاني، شكرا جزيلا لحضرتك. وهروح مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار، ومن الصفحة 5 عبد العاطي يقول: لا اعتراض على أي سدود في إثيوبيا ونسعى لاتفاق قانوني عادل وملزم. حديث الوزير عبد العاطي جاء في معرض دورة تدريبية لعدد من المسؤولين عن المهندسين المتدربين من دول حوض النيل اللي بيشاركوا في الدورة التدريبية 41 في مجال هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة. لكن من العنوان طبعا هو إعادة تأكيد على موقف المصري الثاني، و يعني إلى ما شاء الله نسعى لاتفاق قانوني عادل وملزم. هذا هو حجر الزاوية في المفاوضات اللي مصر بتخوضها منذ أكثر من 10 سنوات مع الطرف الأثيوبي ومع الأطراف أخرى المشتركة في خط هذه الأزمة، ودائما مصر تؤكد أنه لا بديل عن التفاوض للوصول إلى اتفاق حول ملء والتشغيل. المسألة مرتبطة بالملء والتشغيل الخاص بسد النهضة لما في مصلحة الدول الثلاث إثيوبيا ومعها مصر والسودان دون إضرار بطرف دون الآخر. إلى جريدة الأهرام والصفحة رقم 4، وعلى صفحة كاملة من جريدة الأهرام حوار مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وهذا هو أول حوار صحفي معه منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب. لكن خلونا يعني ناخد رسائل سريعة جدا من هذا الحوار. 30 يونيو كانت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة، عبرنا سنوات من المعاناة والعزلة واستعدنا دورنا الإقليمي والدولة بامتياز. حينما سئل عن قرار الأغلبية في مجلس النواب دعم ترشيحه لرئاسة البرلمان، رئيس مجلس النواب وصف هذا بأنه نوع من أنواع التجرد من حزب الأغلبية وإعلاء للصالح العام من خلال ترشيحه في هذا المنصب الهام. أيضا في سؤال لي عن تشكيل مجلس النواب، أكد رئيس مجلس النواب أن التشكيل الحالي بيضم كافة ألوان الطيف السياسي في مصر ويشمل جميع الفئات بلا استثناء. عن المرأة وأهميتها في هذه الدورة من مجلس النواب، قال رئيس مجلس النواب في هذا الحوار للأهرام أن الدستور لبى المطلب الشعبي المتمثل في رفع نسبة تمثيل المرأة لتبلغ النسبة الربع على الأقل، لكن النسبة الفعلية الحالية تجاوزت النسبة اللي جعلها الدستور حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان. رسائل كثيرة وأمور كثيرة تقدروا حضراتكم تطلعوها في الصفحة 4 من الأهرام في عددها الصادر اليوم لهذا الحوار مع رئيس مجلس النواب. هنروح لجريدة المصري اليوم، ومن الصفحة الأولى وخبر يهم قطاع الصحة ويهمنا جميعا: بدء اعتماد ساينوفاك المصري وإنتاج أول 300,000 جرعة. ساينوفاك هو اللقاح الصيني اللي بيتم تصنيعه في مصر بعد ما وصلت بالفعل إلى مصر المادة الخام اللازمة، وبيتم تشغيل هذه المادة الخام في مصانع شركة فاكسيرا للأمصال واللقاحات. الآن هناك تأكيد أنه الإنتاج هيكون أول 300,000 جرعة خلاص على
الأبواب. الوزيرة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد ويعني الفريق العامل معاها قال إن مصانع فاكسيرا بدأت الإنتاج الفعلي في ظل سعي الوزارة وزارة الصحة لتطعيم 40 مليون مواطن بنهاية 2021، وحاليا في 400 مركز على مستوى الجمهورية بتعطي اللقاحات حاليا: ساينوفارم، أسترازينيكا، سبوتنيك في، ساينوفاك، 4 أنواع من اللقاحات المختلفة لمواجهة كورونا. من الأخبار المهمة أو من الأجزاء المهمة في هذا الخبر هو أنه بعض مختبرات يوني لابس السويسرية أطلقت نوع جديد ومبتكر من تحاليل كورونا أو كوفيد 19. هذا الاختبار قادر على اكتشاف سلالة دلتا المتحورة اللي بتعتبر الهاجس الأكبر حاليا في العالم من تفشي إصابات كورونا، لكن الأمر الهام أنه ثبت بالدليل القاطع أنه الناس اللي أتمت جرعات اللقاح الخاصة بكورونا حتى يعني دون معرفة بوجود سلالة دلتا، لكن قدروا أن هم يقوا أنفسهم من الإصابة بهذه السلالة المتحورة من فيروس كورونا واللي بتشغل بال العالم كله خاصة في دول زي الهند. من آخر الرسائل المهمة، وهي رسالة من منظمة الصحة العالمية، وهي توصية بتقليل استخدام أدوية الكورتيزون في علاج كورونا، والسبب إنها استخدامات على المدى الطويل قد تؤدي إلى حدوث التهابات. إلى جريدة الجمهورية، وهذه المرة من الصفحة الأولى للجريدة، وعلى لسان وزيرة التخطيط: الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلزامي من يناير. الحد الأدنى للأجور هو من أكثر الأمور اللي أخذت يعني أخذ ورد من الجهات الرسمية والمالية وأيضا الحوار المجتمعي المصري من ضرورة وجود هذا الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لأنه بيكون مرادف للحد الأدنى من يعني سبل الحياة والمعيشة للمواطن المصري. وإحنا شايفين أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بأن الإنسان المصري مش يعيش، لا، يعيش حياة كريمة، وده حتى اللي كان عنوان كلمة حياة كريمة أو جملة حياة كريمة كانت عنوان لأحد أهم أو إحدى أهم المبادرات الرئاسية الحالية، واللي هدفها توفير فعلا معيشة تليق بالمواطن المصري وتليق بحجم وطن زي مصر بيتيح هذه القدرات لسكانه. الحقيقة إنه الحد الأدنى للأجور كان أيضا من القضايا الخلافية، إزاي يكون الحد الأدنى أو كم يكون الحد الأدنى، وكان في جدل مجتمعي قليلا حول إذا كان هذا الحد الأدنى كافي ولا لأ، وشفنا آراء من هنا وهناك، لكن المسألة خلاص أخذت يعني جانب التطبيق. وطبقا لهذا الخبر فإنه الحد الأدنى للأجور هيكون إلزامي من شهر يناير، فبالتالي هيكون لا مجال لعدم تطبيق هذا الحد، لأنه هيكون يعني مسألة مخالفة للقواعد والقانون الخاص بذلك. أروح مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار. التليفون وصل لنا دلوقتي دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، بينضم لنا عبر الهاتف. دكتور شريف صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور شريف. لما بنتكلم على الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، في رأي حضرتك ما وصلنا إليه في هذا الملف هو يستطيع توفير شكل لائق من الحياة للمواطن المصري اللي الحقيقة ظروف العمل الخاصة به ظروف قوية وظروف يعني مش هنقول إنها الظروف الأفضل على مستوى العالم، لا، إحنا محتاجين أو المواطن محتاج إنه فعلا يبذل مجهود وتعب عشان يقدر يصل إلى راتب أو مرتب يكفي ويكفي احتياجاته واحتياجات أسرته. الحقيقة طبعا أولا إصدار هذا القرار في هذا التوقيت هو توقيت مناسب جدا، لأن مصر بتشهد يعني حقيقة انخفاض في نسب التضخم، وبالتالي تثبيت الحد الأدنى عند هذا الحد سيكون له قيمة حقيقية بالنسبة لما كان يحصل على راتبا أقل من الحد الأدنى. لكن هناك نقطتين لازم يؤخذوا في الاعتبار. النقطة الأولى أن يكون التأمينات الاجتماعية على العاملين اللي هم بيحصلوا على الحد الأدنى
بيتحملها كاملة صاحب العمل، يعني العامل أو الموظف لا يدفع في نسبة، والمفروض 26% على صاحب العمل و14% على المؤمن عليه، لكن الحد الأدنى بالذات يجب أن يتم دفع القيمة كاملة من صاحب العمل. النقطة الثانية وهي ألا يتم فرض أي نوع من الضرائب بما فيها ضريبة كسب العمل على هذا الحد الأدنى، يعني 2400 جنيه يحصل عليهم الموظف، وده طبعا هو الحد الأدنى أيضا في الجهاز الإداري للدولة وفي شركات القطاع العام. نعم. بيحصل عليهم بدون أي استقطاعات، وده دعما لحياتهم ودعما لمبادرة الحياة الكريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح. دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءات. إلى جريدة الأخبار، ومن الصفحة 3، زيادة محدودة في أسعار الكهرباء تظهر بفواتير أغسطس. شاكر يقول لا تغيير في شرائح القطاعين التجاري والصناعي. حالة الزيادة الطفيفة اللي بيتكلم عنها الخبر هتبدأ تنعكس من فواتير شهر أغسطس. الشرائح هتكون من 0 إلى 50 كيلو وات 48 قرش بدل 38 قرش، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرش بدلا من 48 قرش، الشريحة الثالثة من 101 كيلو وات حتى 200 كيلو وات 77 قرش بدل 65 قرش، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات من 106 قرش بدلا أو 106 قرش بدلا من 96 قرش، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرش بدلا من 118 قرش، الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلو وات 128 قرش بدلا من 118 قرش، الشريحة السابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلو وات هتكون 145 قرش. دي الشرائح الجديدة، وهننتظر فواتير شهر أغسطس. المفروض إنها تكون يعني زيادة زي ما بيوصفها الخبر، زيادة طفيفة، لكن الخبر أيضا بيتكلم عن أن المستهلك هو اللي بيحدد الشريحة وهو اللي بيحدد فاتورته من خلال نمط استهلاكه، ودي دعوة لينا جميعا لترشيد الاستهلاك ما استطعنا في ذلك، لأنه حتى الترشيد أو عدم الإسراف في أي شيء في الدنيا وليس فقط في الكهرباء هو أمر مستحسن إنسانيا واجتماعيا ودينيا. حتى إلى جريدة الأهرام والصفحة 3، استرداد 1.6 مليار جنيه من مستحقات العمالة المصرية بالخارج. سعفان يقول توفير أكثر من 5.5 مليون فرصة عمل في 7 سنوات. الحقيقة أنه توفير فرص العمل في الخارج هو من أهم الأمور اللي بتسعى ليها الدولة، لكن دائما توفير فرص العمل في الداخل أيضا على رأس الأولويات، لأن هي دي الأهم ونقطة الارتكاز الأساسية. لابد أن سوق العمل في مصر يتطور ويستوعب هذه الأعداد المتزايدة من الخريجين ومن العمالة اللي مفروض أنها بتدخل سوق العمل، لكن هذه العمالة هي لا تدخل فقط سوق العمل، دي كلها عبارة عن أسر مستقبلية ومش بعيدة، فبالتالي هذه الأسر المستقبلية تحتاج إلى فرص عمل جيدة ومنطقية وأجور منطقية علشان تقدر تقيم حياة سليمة ونصل بالمجتمع المصري إلى أفضل شكل أو أفضل تركيبة ممكنة تكون أكثر اتساقا وتوازنا وصلابة أيضا في مواجهة هذه المتغيرات المختلفة اللي بتواجهنا كل يوم. أرجع مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار والصفحة رقم 1، 4 مقاعد لكل راكب بالرقم القومي، حجز تذاكر قطارات العيد قبل السفر ب 14 يوم. المشكلة دي يا جماعة لما كانت مشكلة كان أنه أهالينا اللي عايشين برا القاهرة خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر بعدا عن العاصمة زي الأقصر وأسوان وما إلى ذلك، كانوا بيعانوا معاناة شديدة جدا أن هم يوفروا تذاكر قطارات قبل الأعياد والمناسبات المهمة زي عيد الفطر وعيد الأضحى، الكل بيسعى فيه إنه يكون يعني متجمع مع عيلته، فكانوا بيحتاجوا إلى السفر بكثافة إلى المحافظات المختلفة، وطبعا ما بيكونش سفر لشخص أو اتنين، بتكون يمكن العيلة كلها، فبيكون رب الأسرة مثلا محتاج 5 تذاكر على الأقل علشان
يسافر بعيلته يقضوا العيد، وكانت دي مشكلة المشاكل، وكان هناك حتى سوق سودة، لن يعني نوارب في ذلك، كان في سوق سودة لهذه التذاكر. هيئة السكك الحديدية وزارة النقل بقالها فترة بتخوض هذه الحملة للقضاء على هذه الظواهر، زيادة الشبابيك، حجز التذاكر، الحجز الإلكتروني للتذاكر، كل هذا الهدف منه هو القضاء على هذه السوق السوداء، القضاء على التكدسات، القضاء على المعاناة للمواطن انه يجد تذاكر قطار لنفسه ولعيلته علشان يسافر في مناسبة مهمة. كلنا من كبرنا الى صغرنا بنكون مهتمين ان احنا نقضي هذه المناسبة بشكل مريح وبشكل مبهج، لان هو دي قيمة المناسبة، هو التجمعات العائلية. إذن مشاهدينا بتنتهي كده جولتنا مع الصحافة المصرية الصادرة لهذا اليوم. هنروح مع حضراتكم إلى موجز الأهم وآخر الأنباء مع زميلتي أمل نعمان، وبعد هذا الصباح مستمر مع حضراتكم، فابقوا معنا.